السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. فيديو جديد على القناه فيه طريقه وكذلك وصفه انا بالنسبه لي سحريه وفعاله لاي حاجه فيها الحروق، فيها الصداع، فيها الكالكير، كسوسوا البوطه او عيون البوطه، ولا كذلك شي كاسرونه ديال اينوكس او ديال الومنيوم. اليوم هاد الطرق اللي غادي نوريكم كوني على يقين غتخلصي منهم بمكونات بساط بزاف وكذلك بجهد اقل وبمده اللي هي قصيره. فاول حاجه شفتوا معايا انني وريتكم البوطه ديالي كيف دايره حالتها، وانا قصدت انني نخليها بحال هكايا حتى توصل لي لهاد الليطه. عمرها صراحه ما وصلت لهاد الليطه، ولكن قصدت باش نوريها لكم باش ما تشوفوا قبل وبعد وتبان لكم الفرق الشاسع. وكذلك وريتكم هاد الكاسرونه اللي تحرقات لي البارح، نسيت فيها الرز وتحرقات لي وحاولت نمسحها بالطريقه العاديه ما بغاتش، وبالتالي قلت حتى هي غادي ندير فيها الوصفه باش تكونوا على يقين ان هاد الوصفه وهاد الطرق راه فعاله لكل شيء. بين قوسين بغيت نقول البنات البوطه ديالي راه ما جديداش، حيت انا متاكده من غتشوفوا النتيجه النهائيه غتقولوا لي احكار بوطتك جديده. بوطتي ما جديداش، راه عندها اكثر من عام، ولكن الطريقه باش كنحافظ عليها وكنغسلها بشكل اسبوعي خلات البوطه ديالي تبقى تبان ديما جديده. فبالتالي باش تحافظي على بوطتك حاولي كل اسبوع تنظفيها تنظيف عميق، كتبقى لك نقيه وكتبقى لك زوينه. ودابا غادي ندوزو المراحل باش تشوفوا معايا كل حاجه بشويه بشويه. اول حاجه غادي ندير هو نحيد التشبيكات والعيون ديال البوطه ديالي ونتلاقاو. نفس المسحوق اللي غادي ندير فوق البوطه ديالي هو اللي غادي ندير هنايا. ها نتوما شوفوا هاد الكاسرونه كي دايره، راه فريمون ها نتوما كاع مسخت دفاري. ها نتوما شوفوا ما كيحيدش. هاد المسحوق اللي غادي ندير غير باش نوريكم الفعاليه هو اللي غنديرهن هو اللي غنديرهن. ولا كانت عندكم حتى الالومنيوم البنات تقدروا تابليكيو فوقه، ومن بعد غادي نشوفوا النتيجه اللي انا متاكده غادي تبهركم. ودابا نبداو على بركه الله. البنات غادي نحتاج للبوطه، وبيسكو انا عندي غير هذه فمضطره انني نرجع عين من هاد العيون، دونك غادي نختار وحده اللي اقل ضرر. دونك غنحتاج هذه. الا كنتي بحالي وعندك غير بوطه وحده غتبغي تخدمي بها، ما فيها باس انك تخدمي وحده. ومن بعد البنات غنوريكم كيفاش ديروا تغسلوها. من بعد البنات غادي نجيب الكاسرونه ديالي. الوغ البنات هنا انا تعمدت انني نخدم هذه الكاسرونه اللي مسخه باش نضرب عصفورين بحجر واحد. الا ما كانش عندك شي كاسرونه مسخه خدمي اي كاسرونه، ولكن الا كان عندك شي حاجه اللي هي مسخه ولو شويه جبدي خدميها باش ما تضيعيش المسحوق اللي غادي ديريه، فهمتي؟ وهذا المسحوق البنات راه ما تديريه في اي حاجه راه تقدري تاكلي فيها، حتى نتوما غتشوفوا بعينيكم ماشي شي حاجه اللي هي ما كتكلش، شي حاجه اللي كناكلوها او كنشربوها. فاول حاجه غادي ندير غادي نحط فيها العيون ديالي، ومن بعد غادي نجيب كوكاكولا وغادي نخويها على العيون. نحاول نسد او نغطي العيون ديالي كامله، ومن بعد غادي نخدم عليها البوطه. دابا البنات دازت المده ديال 7 دقائق بالضبط باش حطيت كوكا كتغلي، وبغيت غير نوريكم. شوفوا غير 7 دقائق، شوفوا شفتوا كيفاش عاد كيبان كيبري، باقي ما حكيت ما حتى شي حاجه. شوفوا من هنا كيفاش كان في الاول وكيفاش عاد، وهذه اللي مطبعه عليا نيت مزيان. هانتوما شوفوا هادشي راه مازال ما حكيتش. هانتوما شوف كي كتحيد فاسيلمون، شفتوا غير بعفيطه صغيره ماش كيبان لكم ولا لا؟ شوف هادي واش تحيد ليا، يا ربي تحيد، يس شفتوا ها هي. يعني راه غير بالغليان ديال الكوكا تبارك الله. هانتوما شوف غادي نخليها البنات المده ديال 15 حتى 20 دقيقه، ومن بعد غادي نحيدها ونتلاقاو باش نشوفوا شنو غنديروا من بعد. وجبتهم من البوطه غادي نهزهم، الصراحه باقي سخان ولكن معليش. بسم الله غادي نحط عليه المسحوق باش كتغسلوا الماء ديالكم مع شويه ديال الماء اكيد. وغادي نخليه يترقد البنات. الوقت اللي غادي يكون ترقد فيه ما غاديش ننسى هاد الغطايات اللي عندي ديال العيون، انا ما مسخينش عندي بزاف،
داكشي علاش غادي نرقدهم غير دابا وهو سخون. واكيد ما غادي ننساش العين اللي انا طيبت فيها. البنات جيبوها هي سخونه. انا غنجيب جيكس الرقيق وغادي ناخذ العين ديالي ميسخة. نبدا بهادو الاولين. بسم الله. انتما شوفوا غير من الحكه الاولى مازال حتى ما بديت كنورك بدا كيطير داكشي ميسخ. وكنهز في البرودوي ديالي ونفرك. هانتوما شوفوا جيت لهادي. هادو اللي رطبين دغيا كتحيد منهم الوسخه، مي هادو اللي حرشين خاص فريكه راه هما كتحيد منهم دغيا، مي مع حرشين كيجمعوا الوسخ اكثر. انا غنحاول نبقى نهضر وما نزيد ما حتى شي حاجه باش تكونوا متاكدين بان راه ما كنديرش لي فور بزاف وفي نفس الوقت كتعطي النتيجه. هانتوما شوفوا شفتوا قليها تريف. راه البنات حكيتها والمشكله ديال هذه كسطيره دونك ماقدرش نوصل لهاد القنيتات. ما تخافوش غادي ديروا ليهم غير جافيل، غتاخذوا جافيل وغتحاولوا ترقدوا على هادو. انا نوريكم كيفاش. عندك هي هذه، جيبي جافيل ديالك وخوي على هاد البلايص اللي عندك فوالا، وخليه مرقد لمده ديال 5 دقائق او ماكس تكوني متاكده غيحيدوا لك. دونك انا غنخليه مرقد وغادي ندوز نكمل داكشي ديالي الاخر. وهذا هو الشكل النهائي ديال العيون ديال البوطات ديالنا. كي كتشوفوا النتيجه صراحه انا رضيت بها 100% لان فريمون كانوا اكثر من مسخين. انتم شوفوا غنوريكم في الكبيره لان غتبان فيها اكثر. ها انتم شوفوا القنيتات البنات. نورمالمون هذه كانت خرجت لي غري اكثر، ولكن فاش درت جافيل كحلوا لي شويه. يعني الا كنتي قدرتي تحكي جناب بلا جافيل ما ديريش، هذا يبقى لك كري اكثر. ولكن الحمد لله انا صراحه النتيجه رضيت بها. شوفوا حتى هذه خرجت لي مزيان، حتى هي عندك هذه اللي ما خرجتليش مزيان حيت فريمون كان فيها وسخ بزاف، هي احسن من ما كانت. كنظن الا عاود ترقدتها مازال في كوكا وداكشي غتخرج لي اكثر. وهذه البنات هي اللي ما تغسلاتش فيها كوكا، ما زعما ما طابتش في كوكا، داكشي علاش كتشوفوا النظافه ديالها اقل من الاخرين للاسف. ولكن معليش المره الجايه غادي نعلمها وهي اللي غنطيبها في كوكا وغنخلي هذه نوبتك المره الجايه وجدي راسك. دونك فوالا كي كتشوفوا هادو اللي طابوا في كيكا كيكا ما ديرش عليا، هادو اللي طابوا في كوكا وهذه اللي غير ترقدات في كوكا. حتى هي النتيجه ديالها احسن من ما كانت الحاله عليها، ولكن هادو النتيجه ديالهم احسن. ودابا غادي ندوزو لديك الكاسرونه ديال اينوكس نشوفو حتى هي كيفاش غادي تخرج. البنات انا ما عنديش البوطه هنايا مسخه بزاف، فيها طباعي اللي هما بسط، فبالتالي ما غندير ليهاش شي مساحيق اللي هي كتحيد الوسخ من الجدر. غادي نرش عليها فقط الخل فوالا، نرش عليها الخل وغادي نخليه غير باش يحيد لي الميكروبات ويعقمو ليا اللي هي تحيد الميكروبات، وكذلك يعطي لها معان. وبالنسبه للريحه الزفوريه البنات انا ديما كنزيد مع الخل واحد المعلقه ديال الملحه، عرفتي كتحيد لك الزفوريه وكتخلي ريحه زوينه وحتى الريحه ديال الخل كتنقص. فوالا دونك غادي نخليه بحال هكا. اما بالنسبه الى كانوا عندك
طبيعي بزاف بحال لوكا ديال هادي كي كتشوفوا راني درت فيها طيبت فيها كوكا. غادي ناخذ البيكربونات. الا كان عندك الحاله ديال البوطاجي ديالك في الحاله ديال الكاسرونه اللي عندي انا نوريك بالضبط شنو غادي ديري. ما بغيت الصراحه نوريكم هاد الخلطه على بوطه اللي هي اصلا نقيه، قلت خاصني نوريها لكم. طريقه سهله بزاف البنات. غتجيبوا معلقه ديال البيكربونات غديروها في كاع البلايص اللي عندكم فيها طبيعات. غادي تجيبوا كذلك الخماره ديال الحلوه، انا اختاريت غير واحده حيت هنا ما عنديش بزاف. الو علاش خمرت الحلوه وبيكربونات في نفس الوقت؟ نعرفوا بان التفاعل ديال الخل والبيكربونات كيحيد لك الطبايع من الجدر، اما الا درتي معاهم الخماره كيكون التفاعل اقوى، بحال هي كتخلي لك التفاعل يكون اقوى. ومن بعد غادي تزيدي الخل وغادي تبداي ترشيه. ما عرفتش مالك القرعه ديالي ما بقاش كترش مزيان. ما حلهاش، خصني نحلها. فوالا دونك ما طلعت ليش الرشاشه وغادي ندير حل عاديه ونهني راسي من الصداع. شوف ايضا شوفوا بدا كيطلع معاها حتى الوسخ ديالها. دوك غادي نخليهم لمده ديال 15 دقيقه وغادي نتلاقى باش نوريكم وين غادي نحط الشكل النهائي. فوالا هذا هو الخل ديالي والبيكربونات زائد الخماره اللي انا رقدت. غادي نحيد هذا الماء ونتلاقاو. غادي نجيب اي مسحوق عندي اللي كنغسل بيه الماء عن وغادي نجيب الشيكس الرقيق. هانتوما شوفوا يلا بدات المسحه الاولى بدا كيحيد. هانتوما راه ما تنورقش بزاف البنات غير خفيف داكشي وغادي تشوفوا. هانتوما وقيلا بدات كتبان لكم النتيجه حتى من هاد القنيات. هذا نمسحو هكا كنحاول ما نزيدش والصوت نبقى نهضر باش تاكدوا بانني راه ما زيدتش. بقيت كنحك نحك نحك وفي الاخر قلت لكم هالنتيجه. كنحاول نحك ونهضر باش تعرفوا فريمون انا راه ما زيدتش بالمره وتشوفوا النتيجه على عينيكم. فوالا كنظن واقيلا سالي فقط لي غير واحد الطبيعه خاصها واحد الفريكه هكا وهادي اللي في القنيته حتى هي خاصها فريكه. فوالا دونك غادي قبل ما نغسلها غادي غير نمسح لكم باش تشوفوا الفرق غير باش تشوفوا. شفتوا فريمون كامل هانتوما. بقى لي هذا هادي غادي نعاود نفركها مزيان وهانتوما شوفوا كيحيد دغيا داك الحراق. دابا تمن هاد الجنيبه حيدتها هانتوما باش تاكدوا. شفتوا دابا خاصها غير غسله وغادي نتلاقاو باش نشوفوا داك اللمعان. فوالا البنات هذه هي النتيجه. ها هو من الماء اللي عندكم صراحه نتيجه بالنسبه لي انا مرضيه بزاف. لمعان ومشات لي الكحوليه، باقي لي شي كحوليه خفيفه لا ميم با ماشي تا كحوليه وصافيها انا ساليت. كنتمنى ان هذه الوصفه ديروها الاواني ديالكم ديال اينوكس ديال الالومنيوم وكذلك البوطه ما تخافوش النتيجه راكم شفتوا على عينيكم بلا جهد بلا حتى شي حاجه دغيا كيحيد الحراقي. ودابا غادي نمشيو باش نشوفوا البوطه ديالنا كي درنا ليها. فوالا البنات كي كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال داك الخل مع شويه الماء مع شويه الملحه كيعطي واحد اللمعان وواحد التعقيم. يا سلام الا كانت عندك البوطه مسخه شويه عليا وخاصها شي فريكه معليش جيبي شويه الماء مع شويه المسحوق ديال الاواني ديالك وفركيها ومن بعد مسحيها وعاد رشي عليها الخل. الا كان فيها غير الغبار وشي حاجه خفيفه بحالي ديري غير الخل مع الماء ومع الملحه وغتعطيكم هذه النتيجه. فدابا غادي نركب كلشي مع بعضياته ونتلاقاو باش نشوفوا.